بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم الترجمة 27. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم، يعني جواز استياك الصائم بالسواك الرطب اللي هو الأخضر يعني أو اليابس. يقول: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وصائم ما لا أحصي ولا أعد. طبعا يذكر بصيغة التمريض، ولكن حكم ما يذكره البخاري بصيغة التمريض من المعلقات يعني قد يكون الحديث موجود في الصحيح مسندا، يعني بسند متصل فلا شك في صحته، وقد لا يكون موجودا يعني متصلا في الصحيح، فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، وليس فيه ضعيف جدا لإراده في الكتاب الذي التزم بالإيه بالصحة. طبعا مراد بالالتزام بالصحة في الحديث المسندة المتصلة. فيقول: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فسواء كان صائم أو مفطر فيسن الاستياك، فيدل على مشروعية الاستياك بالنسبة للصائم. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء: وقتادة يبتلع ريقه، يعني الصائم يبتلع ريقه. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله طبعا ابن مبارك قال أخبرنا معمر قال حدثني زهري عن عطاء بن يزيد عن حمران ومولى عثمان رضي الله عنه قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر، معروف المضمضة والاستنثار، ويسحب الماء بأنفه ثم يدفعه، ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قول باب سواك الرطب واليابس للصائم كذا الأكثر هو كقوله مسجد الجامع سواك الرطب. وقع في رواية الكشميني باب السواك الرطب واليابس، وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالملكية والشعبي. يعني بعض الناس كرهوا أن يستاك الصائم بالسواك الرطب اللي هو الأخضر، قالوا لأنه له طعم يعني، ولكن يعني رد الحسن البصري بأن الماء أيضا له طعم. ثم الأثار اللي أوردها والأحاديث المعلقة والمسندة تدل على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك يعني على كل حال، يعني سواء كان صائما يعني أو مفطرا. وقد تقدم قبل باب قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به، وإنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب. وطبعا الحديث تقدم يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الأول من فتح الباري، ولكن أورده هنا لبيان أن السواك زي المضمضة أو زي الماء، فلذلك استشهد بحديث يعني عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، فإن فيه أنه تمضمض واستنشق، وقال فيه: من توضأ وضوء هذا، ولم يفرق بين صائم ومفطر، ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب. قول: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وصائم ما لا أحصي أو أعد. وصله أحمد وأبو داود. طبعا هنا مذكور بصيغة التمريض ومقطوع معلق يعني محذوف بداية السند.
يقول وصله أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقال كنت لا أخرج حديث عاصم ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد روي عنه، وشعبة كان لا يروي إلا عن ثقة، وروى يحيى وعبد الرحمن عن الثوري عنه، وروى مالك عنه خبرا في غير الموطأ. قلت وضعف ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحد. يقول ومناسبته للترجمة إشعاره بملازمة السواك ولم يخص رطبا من يابس، وهذا طريق المصنف في أن المطلق يسلك به مسلك العموم، أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال. وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة ولم يخص صائما من غيره، أي ولم يخص أيضا رطبا من يابس، لم يخص أي مشروعية الاستياك باليابس دون الرطب. وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة، والجمع لذلك كله قوله في حيث أبي هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فيشمل وضوء الصائم وغير الصائم، فالكل يعني طبعا استعمال السواك في بعض الحديث عند كل وضوء في عند كل صلاة. والحديث ده خدوا منه قاعدة الفقهية اللي هي الأمر يقتضي الوجوب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر لواجب، وقد يتعذر إنسان أن يجد سواكا في كل وضوء أو في كل صلاة فيأثم، فمن باب يعني رفع الحرج عن الأمة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. فالشاهد فيه يعني أن الصائم يتوضأ أيضا، فإذا كان يعني مأمورا أو النبي صلى الله عليه وسلم ينكد أن يأمر يعني كل إنسان عند الوضوء أو عند الصلاة استعمال السواك فيدخل فيه الصائم. يقول الجامع لذلك كله قول في حديث أبي هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال. طبعا الإباحة يعني ممكن يقول استحبابه أو مشروعيته، لأن الأمر أعلى من الإباحة. يقول لولا أن أشق لأمرت. قال ابن المنير في الحاشية أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم اللي هو الحديث الأول المعلق، يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، هذا خاص وإن كان في سنده يعني ضعف. يقول أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بدليل خاص، ثم انتزعه من أعم الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وغيره، السواك وأحوال ما يستاك به، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة، إذ هي أبلغ من السواك الرطب. قول وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وصله أحمد بن سعيد بن خزيمة بن حبان من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عنها، رواه عن عبد الرحمن هذا يزيد بن زريع والدروردي وسليمان بن هلال وغير واحد، وخلفه أحمد بن سلمة، فرواه عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق، أخرجه أبو يعلى والسراج في مسنديهما عن عبد الأعلى ابن حماد عن حماد بن سلمة قال أبو يعلى في رؤيته قال عبد الأعلى هذا خطأ، وإنما هو عن عائشة رضي الله عنها، يعني ليس عن أبي بكر ولكن عن عائشة. قوله وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه، يعني الصائم يبتلع ريقه، وده أمر يعني ما فيش فيه خلاف، لأن يشق جدا إنسان كلما وجد ريق في فمه يتفله، يعني حتى قال لو وجد يعني شيء بين الأسنان وبلع مع الريق ولم يتمكن من يعني دفع فمه فليس عليه شيء. قال عطاء وقتادة يبتلع ريقه، وكذا الأكثر المستملي يبلع بغير مثنى، والحموي يتبلع بتقديم المثنى بعدها موحدة ثم مشددة. فأما قول عطاء يبتلع ريقه فأصله سعيد بن منصور، وسيأتي في الباب الذي بعده. أما أثر قتادة فأصله عبد بن حميد في التفسير عن عبد الرزاق عن معمر عنه نحوه. ومناسبته للترجمة جاءت أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء، وذلك الشيء كماء المضمضة، فإذا قذفه من فيه لا يضره، يعني بعد ذلك أن يبتلع ريقه. قول وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يقول وصله النسائي، طبعا موجود هنا إيه معلق محذوف السند، يقول وقال أبو هريرة، طبعا البخاري حديث كل السند إلى الصحابي. يقول وصله النسائي من طريق بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي، وأخرجه ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة
على الملك بلفظ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث في الصحيحين غير هذا اللفظ من هذا من غير هذا الوجه، الوجه يعني طريق سلسلة الرواية. وقد أخرجه النسائي أيضا من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة بلفظ لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء. قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث جابر فصاحب بن عين في كتاب السواك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه بلفظ مع كل صلاة سواك، وعبد الله مختلف يعني فيه، وعبد الله بن محمد بن عقيل. ووصله ابن عدي من وجه آخر عن جابر بلفظ لجعلت السواك عليهم عزيمة يعني واجبا، أيضا إسناده ضعيف. وأما حديث زيد بن خالد فوصله أصحاب السنن وأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عنه بلفظ عند كل صلاة. وحكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد فقال رواية محمد بن إبراهيم أصح. قال الترمذي كلا الحديثين صحيح عندي. قلت رجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين، أحدهما أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة، فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم، يعني كان يحط السواك يعني زي بعض النجارين أو أصحاب الصناعات يضع السواك يعني على يعني أذنه من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. ثانيهما أنه توبع، فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن يزيد بن خالد فذكر نحوه. تنبيه وقع في رواية غير أبي ذر من روايات الصحيح في سياق هذه الأثار والأحاديث تقديم وتأخير والخطب فيه يسير. ثم أورد المصنف في الباب حديث عثمان في صفة الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الوضوء وفي أوائل الصلاة، وذكرت ما يتعلق بمناسبته للترجمة قبله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره، يعني في أصل استنشاق وفي أصل مضمضة، يعني لا يفرق بين الصائم وغير الصائم، ولكن المبالغة هي اللي فيها الإيه إن وبالغ في الاستنشاق أو في المضمضة إلا أن تكون صائما، فالإنسان يعني يستنشق أيضا ويتمضمض وهو صائم ولكن لا يبالغ خشية أن يصل الماء إلى حلقه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره، طبعا كلمة لم يميز ده من تفقه البخاري رحمه الله. قال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم، يبدو الصعوط اللي هو اللي بيوضع في الأنف يعني زي النشوء أو الأشياء، لا بأس بالصعوط للصائم إذا لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، يعني بعد المضمضة مباشرة لا يبلع ريقه. يقول وماذا بقي في فيه يعني في فمه يعني ولا يمضغ العلك، العلك اللي هو اللبان، هم قالوا الراجح إذا كان لا يتحلل منه شيء اللبان المواد السكرية وكذا، فلو مضغه طبعا بيتحلل منه السكر ويبتلع مع الريق، ولكن إذا كان ممضوق قبل ذلك أو نفس اللبان ما فيش فيه لا يتحلل منه شيء فمضغ العلك ليس فيه شيء، لأن كما قلنا أن الفم ليس من الجوف، ولذلك الإنسان بيتمضمض ويضع السواك في فمه، فالفم ليس من الجوف. يقول فإن ازدر طريق العلك اللي هو اللبان لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، كأنه يقول يكره يعني. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك، استنثر بدون مبالغة يعني، فدخل الماء لا بأس لم يملك. طبعا البخاري يعني بيستشهد بهذه الآثار يعني وهي بتدل على مذهب البخاري وفقه البخاري في المسألة. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يوصلها البخاري، ويعني الحديث هذا لم يرد مسندا يعني في أصول البخاري أو الحديث المسندة، وقد أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة ورويناه في مصنف عبد الرزاق وفي نسخة همام من طريق الطبراني عن إسحاق عنه عن معمر عن همام، ولفظه إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر. الاستنشاق هو سحب الماء بالأنف، والاستنثار هو دفع الماء إنه بيمسك يعني أنفه ويدفع الماء لتنظيف الفم.
إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر. وقول المصنف ولم يميز الصائم من غيره قاله تفقها، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك كما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكأن المصنف أشار بإرادة أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل. قول وقال الحسن لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل ماء إلى حلقه، وصلى ابن أبي شيبة نحوه. وقال كوفيون والأوزعي وإسحاق يجب القضاء على من استعطى وقال مالك الشافعي لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه. وقوله يكتحل من قول الحسن أيضا، وقد تقدم ذكره قبل بابين. بالنسبة للاكتحال ما فيش في شيء. قول وقال عطاء إلى آخره، وصلى سعيد بن منصور على ابن مبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم، قال لا يضره، ماذا بقي في فيه؟ وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ووقع في أصل البخاري، وما بقي في فيه قال ابن بطال ظاهره إباحة الازدراد لو بلع الريق لما بقي في الفم من ماء المضمضة، وليس كذلك أن عبد الرزاق رواه بلفظ وماذا بقي في فيه، وكأن ذا سقطت من رواية البخاري. انتهى. وما على ظاهره وما على ظاهر ما أورده البخاري موصولة، وعلى ما وقع في رواية ابن جريج استفهامية، وكأنه قال وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء، فإذا بلع ريقه لا يضره. وقوله في الأصل لا يضره ووقع في رواية المستمرين لا يضيره بزيادة تحتانية يعني ياء، والمعنى واحد. قوله ولا يمضغ العلك اللي هو لبان من رواية المستمرين ويمضغ العلك، والأول أولى إنه لا يمضغ دي أولى، وفي رواية في صحيح ويمضغ يعني العكس يعني. والأول أولى. فكذلك أخرجه عبد الرزاق بن جريج قال قلت لعطاء أيمضغ الصائم العلك؟ قال لا. قلت إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه. قال فإن لم يزدرد ريقه فإنه مراده له، فإن ازدرد ريقه وهو يقول إنه ينهى عن ذلك فقد أفطر. وقلت له أيتسوك الصائم؟ قال نعم. قلت له أيزدرد ريقه؟ قال لا. قلت ففعل؟ قال لا. قلت ففعل فأفطر؟ قال لا، لكن ينهى عن ذلك أنه قال يكره. قال قلت فإن ازدرد وهو يقال له إنه ينهى عن ذلك؟ قال قد أفطر إذن غير مرة يقول ذلك. وقد تقدم الخلاف في المضمضة في باب من أكل نسيا. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه، لأن الأمر إذا ضاق اتسع يعني، ويشق الإنسان كلما وجد في فمه شيء أو قد لا يشعر بأن يعني خروج شيء من بين الأسنان ويبلعه مع الريق، يعني بلع الريق ليس فيه شيء، فإذا كان معه شيء دون أن يشعر أو دون أن يتمكن يعني من إلقائه فليس عليه شيء. فنقل المنذر الإجماع، قال أجمع على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه. وكأن أبو حنيفة يقول إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه، متعمدا فلا قضاء عليه، ده كلام أبو حنيفة يقول. وخلافه الجمهور لأنه معدود من الأكل لأنه أكل متعمدا. طبعا الإنسان لو انتبه لشيء يعني بين أسنانه وقع في فمه فيمجه أو يخذفه. ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إذا كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلب منه شيء فازدرده، فالجمهور على أنه يفطر. يقول والعلك كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكة واللبان، فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل جوف ومفطر، وإلا فهو مجفف ومعطش اللي هو اللبان يعني، فيكره من هذه الحيثية إن هو يعني مجفف وإيه ومعطش. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، وبه قال ابن مسعود. هذا أيضا مروي بصيغة التمريض عن أبي هريرة رفعه يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم يعني النخعي وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه
بنلاقي حماد في الآراء الفقهية بحماد بن أبي سليمان، لأنه هو اللي هو شيخ أبي حنيفة، وليس حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة رواة للمحدثون يعني وحفاظ يعني. يقضي يوما مكانه. قال حدثنا عبد الله بن منير قال أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد اللي هو طبعا أنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. وطبعا في قصة مطولة أن هو يعني قال ما بين لبتيها يعني أفقر مني، فقال أطعمه أهلك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب إذا جمع في رمضان أي عامدا عالما وجبت عليه الكفارة، لأن الجاهل مختلف فيه كما بينا. يقول ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر وإن صمه وصلاه أصحاب السنن الأربعة وصحاب ابن خزيمة وطريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمر بن عمير عن أبي المطوس عن أبي عن أبي هريرة نحوه في رواية شعبة في غير رخصة رخصها الله تعالى، أنه يكون مريض أو مسافر في غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقضي عنه وإن صام الدهر كله. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري في التاريخ أيضا، يقول التاريخ ويسكت يبقى التاريخ الكبير، تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا يدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قلت واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا. قال ابن بطال أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع، والجمع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. وقر ذلك زي المنير بأنه ترجم بالجماع، لأن الذي ورد في الحديث المسند وإنما ذكر أثر الإفطار يفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد انتهى. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف، وأن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة، وده اللي عليه الجمهور وده الصحيح، يعني أنه هو اللي جمع أهله في نهار رمضان فعليه قضاء وكفارة طبعا متعمدا يعني. وإذا أفطر بالأكل أو الشرب فعليه القضاء وحده، وطبعا مش معنى ذلك أنه هو يقضي ويبقى سلم من الإثم، بل يأثم لانتهاك حرمة الشهر. يقول أشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه ولا تقدير صحته، فظاهره يقوي قول مذاهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته، لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع. والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر، فلا يصح القياس المذكور. قال ابن المنير في الحاشية ما محصله إن معنى قوله في الحديث لم يقض عنه صيام الدهر أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء، إنه مش معنى أنه هو صام يوم يبقى خلاص يعني ما يعني نال نفس يوم رمضان، أي في وصفه الخاص، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية انتهى، ولا يخفى تكلفه. وسياق أثر ابن مسعود الآتي يرد هذا التأويل، وقد سوى بينه البخاري. قول أبي قال ابن مسعود أي بما دل عليه حديث أبي هريرة وأثر ابن مسعود وصلاه البياقي، ورويناه عليا في جزء هلال الحفار من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله اليشكري قال حدثت أن عبد الله بن مسعود قال من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وصلاه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن الحارث عن ابن مسعود. وصلاة الطبراني والبيهقي أيضا من وجه آخر عن عرفجة قال قال عبد الله بن مسعود من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الشهر لم يقبل منه. وبهذا الإسناد عن علي مثله. وذكر ابن حازم طريق ابن مبارك
بإسناد له فيه انقطاع أن أبو بكر الصديق قال عمر بن الخطاب فيما أوصاه به: من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع. قوله: قال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة محمد يقضي يوما مكانه. أما سعيد بن المسيب فأصلاه مسدد وغيره في قصة المجامع قال: يقضي يوما مكانه ويستغفر الله، ولم أرى عنه التصريح بذلك في الفطر بالأكل. بل روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم قال: كتب أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأل عن رجل أفطر في رمضان متعمدا من رمضان متعمدا، قال: يصوم شهرا. قلت: فيومين؟ قال: صيام شهر. قال: فعددت أياما؟ قال: صيام شهر. قال ابن عبد البر أنه ذهب إلى وجوب التتابع في الصيام، فإذا تخلله فطر يوم عمدا بطل التتابع وجب استئناف صيام شهر كما لزمه صيام شهر متتابع بنذر أو غيره. يعني كأنه يقول لو أفطر مثلا يوم في رمضان كأنه ترك تتابع الصيام فيصوم شهرا كاملا، يأخذ كل الايه كل الشهر. وطبعا ده مرجوح يعني، فعدة من أيام أخر، عدة يعني عدد، يعني يراعى الايه العدد ولا يشترط التتابع. وقال غيره: يحتمل أنه أراد عن كل يوم شهر، فقوله في يومين قال صيام شهر أي عن كل يوم. والأول أظهر، وروى البزار والدارقطني مقتضى هذا الاحتمال مرفوعا عن أنس وإسناده ضعيف. وأما الشعبي فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل أفطر يوما في رمضان عامدا قال يصوم يوما مكانه ويستغفر الله عز وجل. وأما سعيد بن جبير فأصراه بن أبي شيبة من طريق يعلى بن حكيم عنه فذكر مثله. وأما إبراهيم النخعي فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا شريك لهما عن المغيرة عن إبراهيم فذكر مثله. أما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قصة المجامع في رمضان. وأما حماد وهو ابن أبي سليمان، يعني كما قلنا الشيخ أبي حنيفة وليس حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، هو ابن أبي سليمان فذكره عبد الرزاق عن أبي حنيفة عنه. قوله: حدثنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وفي إسناد هذا أربعة من التابعين في نسب كلهم من أهل المدينة، يحيى وعبد الرحمن تبعيان صغيران من طبقة واحدة، وفوقهما قليلا محمد بن جعفر، وأما ابن عمه عباد فمن أواسط التابعين. قوله: إن رجلا قيل هو سلمة بن صخر البياضي، ولا يصح ذلك كما سيأتي. قوله: إنه احترق، سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله هلكت، وفي رواية الاحتراق تفسير الهلاك، وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف فقال: أين المحترق؟ من باب الإيه يعني بيان أن اللي بينتهك حرمة الشهر أو يقع يعني في كبيرة مثلا فكأنه احترق عرض نفسه للنار، إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك، وفيه دعاء على أنه كان عامدا كما سيأتي. قوله: تصدق بهذا، هكذا وقع مختصرا. وأورده مسلم أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه: قلت أصبت أهلي، قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء. قال: أجلس. فجلس، فأقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال: تصدق بهذا. فقال: على غيرنا، فوالله إن لجياع. قال: كلوه. وقد استدل به لمالك حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق، ولا حجة فيه لأن القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها، وأوردتها عائشة يعني رضي الله عنها مختصرة. أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، وظاهر أن الاختصار من بعض الرواه، فقد روى عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير بهذا الإسناد مفسرا، ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل فارع يعني بالفاء والمهملة، فجاءه رجل من بني بياضة فقال: احترقت، وقعت بامرأتي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: لا أجدها. وفي رواية أنه أمسك برقبته فقال: لا أملك إلا هذه. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ليس عندي. فذكر الحديث، أخرجه أبو داود ولم يسق لفظه، وساقه ابن خزيمة في صحيحه والبخاري في تاريخه ومن طريق البياقي، ولم يقع في هذه الرواية أيضا ذكر صيام شهرين، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. يعني الرواية التي فيها يعني أنه أمر صيام شهرين يعني حج على من لم يحفظ، وفي فيها أنه قال: وهل يعني يبدو كان عنده شبق أو رغبة كثيرة في النساء، فقال: وهل وقعت في إلا بذلك. تنبيه: اختلف الرواة عن مالك في ذلك، فالمشهور ما تقدم عنه يكفر في الأكل بالتخيير، يعني بين يعني قلنا طبعا الأكل ما فيش فيه
ما فيش في كفارة، يعني هو قضاء بس في كفارة، لكن اللي قال في كفارة بتخيير يعني بين يعني صيام شهرين متتابعين وإطعام يعني 60 مسكينا، وفي الجماع بالأكل بالإطعام فقط، وعنه التخيير مطلقا في الجماع أو الأكل، وقيل يراعى زمان الخصب والجد، وقيل يعتبر حالة المكفر، وقيل غير ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.